إيش نعني لي بوبا؟ أظن بوبا ولا اللون الأزرق في دمي. تعرف كبداية بوبا فيها بناء أساس مو سهل. في وقت لما بدينا في الشركة ما كان في تأمين صحي. فورورد 20 سنة بوبا أكبر شركة تأمين صحي في المملكة. كتير مرق بمعنى خلال هيدي الجيرني، أوقات كتير حلوة ومرقنا بأوقات صعبة. أنا وقعت عقدي في يوم أو في خلال الأسبوع اللي ابني اتولد فيه، وبوبا كانت بالنسبة لي هي طفلي الثاني اللي هو كبر ما شاء الله وصار اليوم بالحجم اللي هو فيه. كان لسه المبنى تبعنا نصه مفروش ونصه مش مفروش، فكان شيء صدمة بالنسبة لي، كنت لسه موظف جديد. كنا نص دور وكنا ننبسط كل ما نزود شوية يصير دور كامل. وبعد 19 سنة هلأ عنا 4 مباني ضخمة ما بين جدة والرياض والدمام. نحن قعدنا أول 6 شهور ما كان عنا ولا كاستمر. بعدني بتذكر أول كاستمر إجا عنا كان كوربريت كلاينت 13 عضو. كنا بنطبع البطاقات في المكتب عشان نخلص البطاقات نمنا في المكتب لتاني يوم. الكور ولا ليش نفرق بوبا دائما إنه لازم نخدم العملاء أحسن من الناس التانين، ولازم يكون عندنا أحسن بيئة عمل ونركز على الناس اللي عندنا. أنا موظف بعمل وزوجتي بتعمل في بوبا وابني بيداوم معنا في الحضانة تبعت بوبا، فهذا أكبر مثال يعني إنه الشركة بتوفر جميع سبل الراحة للموظفين. اللي خليني كل يوم أتشجع وأجي الصباح لوظيفتي في بوبا العربية هو البيئة الآمنة والمريحة لي كأنثى موظفة في هذه الشركة. بوبا قادر على الاستمرار في تقديم خدمة أفضل من خلال استقطاب الكفاءات الشابة والمؤهلة. من أكثر الأهداف اللي بهتم فيها في حياتي إني أكون شخصية منتجة وأطور من مهارات اكتساب الشخصية القيادية والإدارية. إحنا أول مرة فزنا بواحدة من أكبر شركات المالتي ناشنال في موضوع المواد الاستهلاكية، واستمر معنا لحديت هلا. العامل الرئيسي وراء نجاحنا كان وما زال وسوف يظل فريق عملنا. أنا بعتقد إنه الدور الأساسي اللي علينا هلأ للمرحلة الجاي هو نبني الجنريشن الثاني من القياديين يلي بدهم ياخدوا بوبا كمان 20 سنة لقدام. أول شيء شكرا. ثاني شيء إنه ما ننسى مين إحنا، دائما مركزين على خدمة العميل ودائما مركزين على بيئة العمل للموظفات والموظفين. إذا دائما مركزين على هذه النقطتين بوبا العربية دائما حتكون الشركة الرائدة في لو في 20 سنة تاني في عمري أغلقها البوبا.